تمر اليوم 21 سبتمبر 2024 سنة كاملة على انتخاب رفقة أعضاء المكتب الفيدرالي على رأس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وهي مناسبة للقيام بنقد ذاتي لما تم القيام به خلال هذه الفترة، خاصة في ظل المرافقة الدائمة للداعم الأول للرياضة في البلاد السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، والذي نهنئه بالمناسبة على ثقة الشعب الجزائري فيه وإعادة انتخابه رئيسا للجزائر لعهدة ثانية ومواصلة إنجازات العهدة الأولى. هذه الثقة والمساندة جعلتني أعمل دون هوادة طيلة 12 شهر الماضية. الحمد لله اليوم تم تحقيق التعهدات 21 التي كانت في برنامج الاستعجالي، وسأعمل رفقة أعضاء مكتب الفيدرالي من أجل رفع تحديات جديدة ومواصلة المسار الذي يتطلب تجنيد كل الكفاءات الكروية الجزائرية داخل وخارج الوطن. وجه رسالة إلى العائلة الكروية لتوحيد الصفوف والنظر إلى المستقبل بأمل ورؤية إيجابية لإعادة مكانة الكرة الجزائرية في المحافل الدولية.